thank you مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه متن الخبر لهذا اليوم نصحبكم في جوله لابرز اهتمامات الصحف العربيه والعالميه والمحليه والبدايه مشاهدينا من الصحف المحليه وصحيفه الحياه التي كتبت في افتتاحيتها هذا العنوان الرئيس ابو مازن ان اوان الشد وهنا تقول الحياه بفعل صمود ابناء شعبه وتضحياتهم العظيمه وبالواقعيه النضاليه الحكيمه انجز وينجز السيد الرئيس محمود عباس الكثير من التقدم لفلسطين على الساحه الدوليه بحراكه السياسي الشجاع بامتياز وبمواقفه التي تذكر تلقائيا بمواقف الزعماء التاريخيين للامه العربيه وتضيف هنا مشاهدينا الحياه وليس من باب المقاربات ولا من باب التشبيه ولا حتى المجاز والكنايه ولكن من باب الاقرار بالواقع فان الصفعه التي تلقتها الاداره الامريكيه هي صفعه الله العباسية بلا أي جدل والتي لا تزال الإدارة الأمريكية تتلوى في حيرتها جراءها ولا تريد أن تصدق أنها تلقت هذه الصفعة وتقول أيضا مشاهدينا الحياة وفي جولته الأخيرة من فرنسا إلى إيرلندا إلى الأمم المتحدة كان سيد الرئيس أبو مازن يضع فلسطين في موقع أكثر تفهما وحميمية في العالم ولأجل أن تواصل فلسطين حضورها الفاعل في مسيرتها وتقدم على ترجمات عملية دعا سيادته إلى اجتماعات بدأت من اجتماع اللجنة المركزية وثم التنفيذيه وسيكون هناك اجتماع للثوري والختام بالمركزي الذي سيكون معنيا باقرار سبل التصدي للتحديات الخطيره وكل هذا يعني تقول الحياه انه ان الاوان لوحده الصف الوطني وانهاء الانقسام البغيض وان لزم الامر بالجراحات العميقه لاستئصال هذا الورم ونقد خطابات المزاودات الشعبويه نحن مقبلون على مواجهات حاسمه وايام صعبه اذا ما كنا على قلب رجل واحد وتخدم الحياه في هذه الافتتاحيه نعم مقبلون على مواجهات حاسمه وكما قال العرب قديما آن أوان الشد فاشتد زيما إذا هذا ما اخترناه لكم مشاهدينا في افتتاحية الحياة أما الآن من صحيفة القدس ونقرأ, لها ونقرأ فيها هذا التقرير والذي جاء تحت عنوان تسخير الاحتلال للأساطير التوراتية للاستحواذ على كل شيء البروفيسور باسم رعد يفند, الرواية, يفند عفوا الرواية التوراتية ويضحد الكثير من المزاعم السياسية الإسرائيلية ونقرا هنا شكك العالم الفلسطيني باسم رعد بالكثير من الروايات والقصص التاريخية والدينية التي يبرر بها الاحتلال والمستوطنون الكثير من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس والخليل مؤكدا على ضرورة قراءة النصوص الوقوف على إشكاليات السرد ونحن نملك الحقيقة وقدم البروفيسور رعد وصفا أمينا للحضارات الإقليمية في عملية تبديد الكثير من الخرافات القديمة والحديثة حيث وضع في كتابه التاريخ الخفي شمولية تاريخ المنطقة الطويل بسكانها الأصليين ونقرأ أيضاً ويرى رعد أن الاحتلال من أجل خدمة المشروع الصهيوني ومن أجل السيطرة على أرض اعتمدت الافتراءات والتزوير والنصوص الدينية المحرفة والتي تناقضت مع نفسها ولقد أرغمت حركة الاستكشاف الأثرية على اعتماد مرجعية تاريخية وجغرافية التوراة مسبقا كأساس للبحث والتنقيب وعندما عجزت هذه الأساليب بدأ بطرح نظريات عن أصل الفلسطينيين لإقناع العالم بأن الفلسطينيين ليسوا عربا وليس لهم أي علاقة بهذه الأرض ونقرأ أيضا ودعا البروفيسور رعد إلى نصف أسطورة الاحتلال وتفكيك الأساطير المؤسسة لهذه الدولة وما روج لها بن صانع الأساطير وهي أن التوراة أعطته وغيره عهدا بموجبه يحق لاسرائيل ان تقيم دولة في فلسطين واستخدام هذه النصوص التوراتيه لدعم المشروع الصهيوني وينقل استشهادات مهمه تبرهن على ان الاثار الاسرائيليه ليس فيها ما يدعم الدعاوى الصهيونيه حول اسرائيل القديمه او ما يسمى احيانا الملكيه المتحده لداود وسليمان التي يزعم بانها وجدت من 1000 الى 922 قبل الميلاد واشار الى ان العهد القديم مليء بالقصص هذا ما اخترناه لكم مشاهدينا من صحيفه القدس والى الايام نقرا ايضا هذا التقرير وفي سياق مختلف والذي جاء تحت عنوان انخفاض عدد المهاجرين من دول أوروبا الغربية إلى إسرائيل فتقول الأيام أظهرت معطيات الوكالة اليهودية انخفاض عدد المهاجرين اليهود من دول أوروبا الغربية إلى إسرائيل العام الحالي فيما ارتفع عدد المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى إسرائيل ويهاجر هؤلاء إلى إسرائيل بموجب قانون العودة الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة إلى إسرائيل رغم أن بينهم مهاجرين غير يهود وإنما هم متزوجون من يهود وأبناء لزوجين أحدهما يهودي ولا يعرفون أنفسهم كيهود وبحسب المعطيات التي نشرها موقع صحيفة موكرشون الإلكتروني فقد هاجر 2,693 شخصا من دول أوروبا الغربية إلى إسرائيل منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر آب الماضي أي أقل بنسبة 26% من الفترة نفسها في العام الماضي ونقرأ أيضا وتراجع عدد المهاجرين من أمريكا الشمالية إلى إسرائيل بنسبة بنسبة 17% وبلغ عدد هؤلاء المهاجرين هذا العام 2,296 بينهم 2066 من الولايات المتحدة و230 من كندا وكانت الوكالة اليهودية عزت ارتفاع عدد المهاجرين في العام 2015 إلى وجود أجواء معادية للسامية بينما اعتبرت تراجع عددهم الآن إلا أن انتخاب مانويل ماكرون رئيسا لفرنسا قد هدأ هذه الأجواء إضافة إلى انخفاض كبير في عدد العمليات ضد التجمعات والمراكز اليهودية ونقرأ أيضا ورغم ذلك أشارت الصحيفة إلى سبب آخر تراجع عدد المهاجرين وهو استيعابهم بصورة سيئة في إسرائيل الأمر الذي يدفع معارفهم إلى التراجع عن التفكير بالهجرة إلى إسرائيل ويصود خطاب في المجتمعات اليهودية في فرنسا ولدى قيادتها أيضا مفاده أن الهجرة إلى إسرائيل ليست أمرا بسيطا العديد من العائلات لا تصمد اقتصاديا والكثير من أبنائها يتسربون من الدراسة مشاهدينا هذا ابرز ما اخترناه لكم في جوله الصحف المحليه اما الان فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا اهلا بكم من جديد أما من الصحف العربية مشاهدين نقرأ البداية تكون من صحيفة الخليج ونقرأ فيها هذا المقال تحت عنوان أوروبا في كفة الفلسطينيين فقال الكاتب في هذا المقال لم يخفي وزير الحرب الإسرائيلي فيكتور ليبرمان تبرمه من الضغوط الأوروبية الممارسة على حكومته بشأن هدم قرية الخان الأحمر قرب القدس، قد تهجم على سفراء ثماني دول اوروبيه بينها المانيا وفرنسا واتهمهم بما اسماه التشويه المتعمد للوقائع بشان الموقف من القريه، بما يؤكد ان الضغوط الاوروبيه في هذا المضمار كانت جاده وصريحه، ايضا تضمنت رفضا قاطعا لممارسات اسرائيل العنصريه، وهو ما فاجا الاحتلال في غمره الانحياز الامريكي المفضوح، ونقرا ايضا اول المواقف القويه جاء من المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل التي هددت بالغاء زيارتها الى الاراضي المحتله في حال تم هدم الخان الاحمر، وقد تمت الزياره وبقيت القريه صامده لاكثر من اسبوع، لكن السلطات الاحتلال ما زالت تبحث عن الذرائع والخداع لتنفيذ تهديدها في الوقت الذي تتجهز فيه القوى الوطنيه الفلسطينيه للتصدي لمخطط التدمير والتشريد، واعلنت الاسبوع الجاري مناسبه لاسناد المرابطين في القريه الواقعه في ريف القدس الشرقي، واذا كان الموقف الالماني قويا وغير مسبوق يقول الكاتب فقد كانت مواقف كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وايطاليا والسويد وبولندا والمملكه المتحده مفاجئة للاحتلال ايضا لانها حذرت بصوت عال من عواقب من عواقب وخيمه اذا جرى تدمير الخان الاحمر كما يقول الكاتب الامر الذي لا شك فيه ان اوروبا بدات تتراجع خطوات عن دعم إسرائيل وسياستها التوسعية ولذلك اتخذت مواقف حازمة تجاه الاستيطان وقررت دول عدة مقاطعة منتجات المستوطنات وبعدما اعترفت برلمانات أوروبية كبرى رمزيا بالدولة الفلسطينية المستقلة ظلت تلك الدول تدافع مجتمعة عن حل الدولتين وتبنيها لتغطية حاجيات وكالة الأنوروا بعدما ذهبت الرعون الأمريكية إلى قطع المساعدات عنها لتصفيتها وإنهاء حق العودة وكلما تباينت المواقف الأوروبية مع سياسات واشنطن كلما كان ذلك في كفه الفلسطينيين والامر الذي لا يمكن اخفاؤه هو زياده حجم التعاطف مع قضيه الشعب المنكوب مقابل السخط على الاحتلال لتصبح صوره اسرائيل مرتبطه بالجرائم و المجازر ومن الحقائق التي بدأت تتجرعها إسرائيل تراجع عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بسبب خطاب سياسي وإعلامي في المجتمعات الغربية يؤكد أن أرض الميعاد ليست كما تصورها الدعايات والخرافات مشاهدين هذا ما اخترناه لكم من صحيفة الخليج أما من صحيفة الشبيبة العمانية نقرأ وفي سياق مختلف هذا المقال بعنوان الصين واليابان عند ترامب وهنا يقول كاتب هذا المقال تتمثل القضية الاستراتيجية الرئيسية في شرق آسيا في صعود القوى الصينية ويعتقد بعض المحللين أن الصين ستسعى إلى اكتساب شكل ما من أشكال الهيمنة في شرق آسيا من شأنه أن يؤدي إلى نشوب صراع على عكس أوروبا لم تتصالح آسيا بشكل كامل قط مع ما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين ثم جاءت انقسامات الحرب الباردة التي عملت على الحد من احتمالات المصالحة ونقرأ

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

عيال <سؤال> الفلا <سؤال> اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك والجات ظهري اليك وخليت وجهي اليك لا ملجا من ولا منجا منك الا اليك امنت برسولك الذي ارسلت وبكتابك الذي انزلت يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الآن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً تجارية ضد الصين ومفاوضات مع اليابان تستهدف الفائض التجاري لدى اليابان مع الولايات المتحدة، ورغم أن الإعلان الأخير عن محادثات ثنائية يؤجل تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على السيارات المستوردة من اليابان، يخشى المنتقدون أن يدفع ترامب اليابان أقرب إلى الصين التي من المقرر أن يعقد رئيسها شي جي بينغ لقاء قمة مع رئيس الوزراء شينزو آبي في وقت لاحقا من هذا الشهر، ونقرأ أيضا في هذا المقال: اليوم تواجه اليابان مجموعة جديدة من المخاوف بشأن تخلي أمريكا عنها، فهناك توجهات ترامب المتمثلة في شعار أمريكا أولا، وسياسات الحماية التي تفرض خطرا جديدا على التحالف، كما كان انسحاب ترامب من الشراكة عبر المحيط الهادئ ضربه لليابان وفي حين لعب شينزو ابي ببراعه على غرور ترامب لتجنب الدخول في صراعه فان خلافات حاده تظل قائمة والواقع أن التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألمنيوم على أساس الأمن الوطني أصابت شينزو أبي بالدهشة وأثارت حالة من عدم الارتياح في اليابان إذا مشاهدينا هذا ما اخترناه لكم من صحيفة الشبيبة العمانية ونبقى في الصحف العربية مشاهدينا ومع شبكة مراسلين في العواصم العربية والبداية مشاهدينا من بيروت والزميلة هلا سلامة أهلا بك هلا تحياتي لكرايا واهلا بكم مشاهدينا في جوله على الصحف اللبنانيه لهذا اليوم والبدايه من التهديدات الاسرائيليه المرتبطه اصلا بمشاكلها. في صحيفه الجمهوريه اليوم مقال للبروفيسور جاسم عجاقه تحت عنوان تهديدات اسرائيل ابحثوا عن كرديشه براي الكاتب فان التهديدات ولو كان ظاهرها سياسيا الا ان الحقيقه ترتبط بالمشكلات التي تواجهها اسرائيل في ايجاد شركات للاستثمار في حقل كرديشه فإن السباق مع الوقت بدأ بالنسبة لإسرائيل مع رغبتها القوية بأن تكون أول دولة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تستخرج الغاز وتؤمن أسواقا له وهنا ظهرت أمام إسرائيل مشكلتان الأولى جذب الشركات المستثمرة في ظل وجود صراعات بين إسرائيل ولبنان من جهة وإسرائيل والفلسطينيين من جهة أخرى وثانية إشباع أطماعها خصوصا على الحدود الشمالية حيث الكميات الغازية هائلة وهنا تظهر مشكلة الحدود مع لبنان وبالتحديد حق الكرديش الذي يحاذي المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ننتقل إلى معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية تحركات إقليمية من أجل الدفع في التأليف وآخرها مسعى القاهرة على خط المراجع الدستورية في لبنان يقوم به السفير المصري نزيه النجاري. اليوم في النهار رسالة من القاهرة استعجال الحكومة المتوازنة. كتبت روزانا بومنصف فيما تؤكد مصادر دبلوماسية عدم صلة القلق المعبر عنه في الرسالة التي يحملها السفير المصري إلى المسؤولين اللبنانيين بالتوقيت الذي يصادف مخاوف علت على أثر المزاعم الإسرائيلية الأخيرة والاستعراض الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة فإن رسالة القاهرة تتصل أولا بالخشية من أن يساهم التأخير المتمادي في تأليف الحكومة في التأثير سلبا على الوضع الأقليمي على خلفية أن هذا الوضع لا يحتاج ولا تنقصه مشكلات إضافية في الوقت الذي يقع على لبنان مسؤولية عدم التسبب بذلك والتنبه لهذا العامل نستكمل جولتنا ونقرأ في اللواء اليوم أكبر مأساة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية إذا وفقا لدراسة أعدها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأمريكية ببيروت فإذا كانت نجبة اللاجئين الفلسطينيين عام 48 إحدى أكبر فظائع القرن العشرين جراء العدوان الصهيوني وتواطؤ المجتمع الدولي الذي عطل تنفيذ القرار الأممي الرقم 194 وشتت الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن وفي أرجاء مختلفة من دنيا الله الواسعة فإن أزمة النزوح السوري منذ العام 2011 تشكل أكبر مأساة إنسانية وأضخم أزمة نزوح في التاريخ الحديث منذ الحرب العالمية الثانية مشاهدينا كنا وإياكم في جولة على بعض ما تناولته الصحف اللبنانية لهذا اليوم أنا أشكر طيب المتابعة وعودة إليك رايا شكرا لك هلا وإلى العاصمة عمان والزميلة أروى حماد أهلا بك أروى شكرا لك رايا ونرحب بك وبمشاهدينا في هذه الجوله الجديده في الصحافه الاردنيه. اليوم تنوعت المواضيع التي تطرق لها الكتاب الاردنيون واخترنا منها عده موضوعات. نبداها مع صحيفه الراي ومع مقال للكاتب طايل الضامن تحت عنوان الملك يبدد احلام كوشنر. يقول الكاتب: بدد جلالة الملك عبد الله الثاني أحلام مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جيرارد كوشنر في إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين مقابل حفنة دولارات، كما ظن رجل الأعمال الأمريكي اليهودي الموالي للكيان الصهيوني أن الأمر سهل وأنه يدير صفقة تجارية. ويضيف الكاتب واضح ان كوشنر يعتقد ان دفع حصة الولايات المتحده في موازنه الاونر والسنويه للمملكه مقابل استيعاب وتحمل مسؤوليه اللاجئين الفلسطينيين كامله امرا سهلا ومن الممكن ان تقبله المملكه التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة ولا يعلم أن القضية الفلسطينية تعني الكثير لكل مواطن أردني أيا كانت أصوله وأن رفض الملك لهذا المقترح أو الصفقة ليس غريبا فهو موقف معبر عن هاشمية القيادة ومنسجم تماما مع إرادة الشعب الأردني ونبقى في صحيفة الرأي ومع مقال تحت عنوان ترامب وإندك ورجل العام للكاتب محمد كاوش يقول الكاتب: كتب مارتن انديك عن استراتيجية الرئيس ترامب في منطقتنا تحت عنوان عقيدة ترامب في الشرق الأوسط، حيث توقع أن ترامب سيفك ارتباطه بالشرق الأوسط عبر انسحاب تدريجي والانخراط في مشكلات العالم، والإبقاء على قوات عسكرية صغيرة في المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني، لقناعته بأن الشرق الأوسط مكان مضطرب. ويؤكد انديك ان هذه العقيده الترامبيه لا تعجب مستشار الامن القومي جون بولتون المتطرف المحب للحروب فهي ليست الاستراتيجيه المفضله بالنسبه له ولا بالنسبه لاخرين لم يفهموا رساله ترامب وارادوا دفعه الى اعاده تشكيل سوريا والمنطقه وشن حرب على ايران وفي مقدمتهم نتنياهو. ويضيف الكاتب الحقيقة أنني أخالف إنديك وبولتون الرأي معا لأنني على يقين بأن الرئيس الأمريكي لا يثبت على موقف وليس لديه استراتيجية ثابتة فهو انفعالي استعراضي متقلب وقد يتخذ قرارات معاكسة تماما في أي لحظة وننتقل إلى صحيفة الدستور اخترنا مقال للكاتب كمان ذكرنا تحت عنوان عهد تحمل قضيتها لا تستعرض يقول الكاتب: عندما يستقبل الشعب الألماني والشعب الإسباني وغيرهما عهد التميمي بكل هذه الحفاوة والإعجاب والترحاب، السبب ليس لأنها شقراء وجميلة، وإنما لأنها تمثل قضية شعب، وتمثل نموذجًا لمعاناة جيل فلسطيني كامل يكابد ظلم الاحتلال ويتحدى الموت الذي يتوقعه كل يوم. ويضيف الكاتب: عهد تجسد الصوره الحقيقيه للواقع الفلسطيني وعندما ينظر المواطن الاوروبي الى عهد فانه يشاهد صوره مصغره عن الشعب الفلسطيني لترسخ قناعاته بعداله القضيه الفلسطينيه فلا ضرر ولا ضرار في ان تكون عهد التميمي احدى ايقونات النضال الوطني الفلسطيني او احد رموزه فلكل جيل رموزه وابطاله ومع هذا المقال تكون جولتنا في الصحافة الأردنية قد انتهت ونعود إليك رايا شكرا لك أروى مشاهدين هذا أبرز ما اخترناه لكم في جولة الصحف العربية فاصل ونستكمل متن الخبر ابقوا معنا بكم من جديد أما في جولة الصحف العالمية مشاهدين اخترنا لكم هذا المقال من صحيفة تشاينا ديلي والذي جاء تحت عنوان يجب على البيت الأبيض أن يتوقف عن التصوير على أنه ضحية فتقول هنا الصحيفة مشاهدين في الرابع من هذا الشهر في مقر معهد هيدسون في واشنطن ألقى نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس خطابا حول سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصين تم تقديمه بطريقه مذله للغايه يقول الكاتب، وكان خطابه مليئا بالمعلومات المزيفه والركيكه عن اعمال الصين والتخمين لنواياها في تعاملها مع العالم، مثل مبادره الحزام والطريق، وسائل الاعلام، الطلاب الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحده وهلما جرى اعتبرت مثل هذه الافتراضات بشكل خاطئ هي افتراضات استخباراتيه كما تقول الصحيفه على اساسها تبنت الولايات المتحده سياسه جديده اكثر تصادما في الصين والسبب في ذلك هو انه من المحتمل ان تكون هذه المعلومات قد تم جمعها او تقديمها من قبل عدد قليل مما يسمى بايدي الصين مثل مايك بلسبري وبيتر نافارو الذي لم تكن معرفته عن الصين قديمه ومتقطعه فحسب بل كانت ايضا غير مقصوده وغير منتظمه وعلاوه على ذلك فان معرفتهم بالصين لا تستند الى دراسه نظريه ومنهجيه صارمه للدراسات المعاصره والدراسات الاقليميه والدراسات الدوليه هذا التفكير حول الصين تقول الصحيفه يتميز بالتحيز العنصري العميق ضد الصين واجنده ايديولوجيه ضدها كانت سياسه الصين التي دافع عنها بنس في خطابه معاديه بشده للصين بطبيعتها انه لا ينطوي فقط على خطر تصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحده والصين بل انه يهدد ايضا باقحام العالم باكمله على حافه الكارثه ان سياسه الصين هي خلق مستقبل سلمي تتقاسمه الولايات المتحده والصين وجميع الدول الاخرى من خلال الغاء هجماتها على الصين وعكس سياستها المناهضه للصين، يمكن للولايات المتحده ان تنضم الى الصين في تحقيق هذا المستقبل المشترك. اذا هذا ابرز ما اخترناه لكم مشاهدينا من صحيفه تشاينا ديلي، والى صحيفه الجارديان مشاهدينا اخترنا لكم هذا المقال والذي جاء تحت عنوان نحن بحاجه الى تغيير النظام للعوده الى سياسه التقشف، فيقول هذا المقال: قراءة مقال جيم اونيل انا وزير سابق في حزب المحافظين كانت في الخامس من هذا الشهر قد تدفع المرأة للتساؤل عما كان يقوم به حزب المحافظين ويلاحظ ان التقشف اصبح غايه في حد ذاته لقد قام لاري اليوت مؤخرا بتفجير اسطوره ان الحكومات الزائده عن الانفاق كانت مسؤوله عن الانهيار لم يلعب دين القطاع العام اي دور سببي كما جاء في هذا المقال وبعد الأزمة المصرفية لعام 2008، أعطت مبادرات التحفيز التي يبذلها حزب العمال البريطاني أربعة أرباع متتالية من النمو، وهو نجاح لم, يتم لم تحققه أي حكومة بقيادة حزب المحافظين منذ عام 2010. ونقرأ أيضاً. يقدم جيم اونيل تعليقا متوازيا على السياسات الماليه لكل من حزب العمل وحزب المحافظين هناك شيء واحد يستحق التذكر هو انه في اقتصاد تجاري حديث فان كل الثروه مستمده من المستهلك عندما يكون المستهلك لديه القليل جدا من المال لانفاقه فان الاقتصاد سواء كان وطنيا او دوليا سوف يتحلل فالتقشف والبريكزت والتغييرات في الضرائب والعجز في الميزانية كل ذلك سيخلق الاعتماد الذي يصعب عكسه في نظام ديمقراطي ونقرأ أيضا ضد تغذية صناعة مالية تمتص قوتها من اقتصادنا لكن بالاطلاع على المكان مثلا ثانت شاركنت يبدو وكأنها قطعة من السريالية تقول الجارديان نحن على بعد 80 ميلا فقط من مدينة لندن ما تسمى بالقوة المالية لبريطانيا مفتاح الازدهار الوطني لكن هذه المنطقة واحدة من أفقر المجتمعات في البلاد تقول الجارديان يعيش أكثر من ثلث أطفالها تحت خط الفقر على الرغم من كونها منطقة ذات جمال ساحلي خلاب ولديها الموهبة الإبداعية البشرية الوفيره الامل الوحيد تقول الجارديان هو تغيير النظام على نموذج كوربن وشركائه ولكن هل سياتي قريبا بما فيه الكفايه؟ مشاهدين هذا ابرز ما اخترناه لكم في جوله الصحف العالميه اما الان الى زاويه كاريكاتير من صحيفه القدس العربي لنتابع مشاهدينا انتهت حلقه متن الخبر لهذا اليوم دمتم برعايه الله والى اللقاء